شنو قصة العين بالحسد؟ راح أقول لكم إياها بطريقة علمية 100%. شر مس حاسد حسد والعين، بل شنو هالسيارة هذه؟ بل شنو؟ في السبعينات كان عندي سيارة حلوة، سيارة حلوة توني طلعها. أحد الموظفين في مستشفى الطب النفسي قال لي بل شنو سيارتك هذه؟ وايد حلوة. ثاني يوم ما ثالث يوم استغفر الله هذه ما أتذكر سامحوني، أنا يا عشار الخليج تخنى تخنى في الجام ما أشوف المشاشة ما هذا، وأنا مشغل الأف أم قاعد أسمع موسيقى والناس تأشر لي اليمي يقول لي، وأنا ما أدري شو القصة. أنا كنت مستانس فاكر الناس مستانسة على سيارتي الفخمة الحلوة توني مطلعها، كانت توها موديل عام. بعد شوية لا دخانة زادت ما قمت أشوف المشاشة ما مشقرة. كان أطلع الرصيف أفتح الماكينة السيارة ولا نار تشب النار الماكينة. بعد أسبوع كان أطلع سيارة كان تشب النار فيها. بعد أسبوع سيارة ثالثة. اتصل فيني واحد من الربع قال لي دكتور سيارتي بطارية ما تبخنسة فأبيك تجيب لي التوصيلة هذه، ما يسمونها توصيلة. زين رحت له، رحت له على طول مسكين صاحبنا كان حطت التوصيلة اشتغلت سيارته استانس، ماكينتي شبت نار. ها أنا ومسكين هذا الشخص اللي اشتغل سيارته قمنا نجيب رمل ونكت على الماكينة عشان تطفي النار. تصور واحد توم طلع سيارته بقراطيسها أجيب الرمل وكت على ماكينتي، شوف الحصة اللي أنا فيها. على فكرة